نهاركم سعيد مشاهدينا لليوم الأحد 16 آب 2015. الحدث أمس كان وما زال إلقاء القبض على أحمد الأسير، إنجاز أمني طال انتظاره لسنتين، ترك جوا من الارتياح والاطمئنان إلى جهود القوى الأمنية على مستوى القدرة على ملاحقة المطلوبين وضبط أي محاولات لضرب الاستقرار الأمني. إنجاز ينتظر أو ينتظر أجوبة قد يكشفها التحقيق حول الغاز وأسرار تتعلق بحركة الأسير ومجموعاته ومن خلفه ومن سهلها ودعمها والعمليات التي كان بصدد الإعداد لها. هذا الحدث وإن كان سجل أو شكل اختراقا للمناخ السياسي المتأزم، لكنه لن يلغي هذا الجو السياسي يعني الذي يستمر في التأزم، خصوصا بعد تصعيد التيار الوطني الحر ودعم الحزب الله له والذي عبر عنه السيد حسن نصر الله في خطابه، هذا الخطاب الذي أيضا ترك وخلف ردود فعل كثيرة من قبل خصوصا قوى 14 أذار، وسنناقشها طبعا بالتفصيل في حلقتنا اليوم مع ضيفنا نائب رئيس مجلس النواب السابق الأستاذ إلي الفرزلي. نهارك سعيد. أهلا فيك دكتور الرئيس. طبعا نروح بالبداية على طرقات لنشوف حركة السير على أوتوستراد جوني، عم نشوف حركة سير طبيعية بالاتجاهين. طبعا اليوم الأحد يعني وبهذا الوقت بعد ما لحق التاجو ليقوموا من النوم تيقوموا ويستعدوا يظهروا ظهريات تقريبا بتسكر باتجاه خصوصا الشمال. عنا على جسر شارل حلو طريق المرفأ طبعا كمان حركة عادية، وساحة ساسين خفيفة بعدها كتير، الحمراء عادية، مزرعة أيضا، طريق المطار كلها الحركة بتشبه بعضها، استرخاء استرخاء، صيدا كمان مسترخية استرخاء هيدي على شو قولك؟ يمكن روايح الزبالة بتترك تفيها بتخلي الناس تنعس زيادة أو شيء، روايح الحريق خاصة السوكلي بكل شيء شو السوكلي بالنسبة للسوكلين يعني باعتبارها مدرسة هي جديدة السوكلي أنا جديدة التعبير علي السوكلي منيحة بس خلص على سوكلين وين ما بقى مبينة يعني هلا القصة صارت عند بغير محل ما بتعرفي كيف تظهر وبأي شركات وبأي وعبر أي أسماء وعبر أي أوجه جديدة بتعرفي يعني بس ما مبين في شيء لحد هلا يعني قولي إن شاء الله لوقتها إن شاء الله خلينا بالمبسوطين بالإنجاز خلينا نحكي بالنفايات السياسية بارح عرايت المطامر عرايت استاذ وئام وهاب قال انه مبروك لصيدا تخلصت من مكب نفاياتها الثانية احمد الاسير. كيف بتشوف هذا الانجاز الامني اللي تحقق امبارح؟ لا شك هذا انجاز امني متميز جدا، وخلينا نسجله بخانة هذا الجهاز اللي اسمه امن عام برئاسة اللواء عباس ابراهيم، اللي هي مش غريبة علي، تراثه تاريخه مسار عمله منذ أن كان بالجيش اللبناني، واللي أنا بعرفه منذ أن كان ضابط صغير بالجيش اللبناني حتى اليوم كله كان عمل جدي عمل واعد عمل يعني فيك تقولي أعطي القوس باريها موقعه كقائد لهذا الجهاز. لا شك أنه لن يؤدي إلا إلى مردود إيجابي لمصلحة الدولة اللبنانية. نعم هيدا الأساس، لأنه ما بدنا نرجع نشهد صراعات بين الأجهزة إنه لمين الإنجاز للأمن العام أنا وقت أتحدث مخابرات للمعلومات سقافتي كلها مش قائمة على هالأساس ولا تعنيني أجهزة متناقضة أو متباعدة، أنا عم بحكي عن جهاز يعتبر عمود فقري بالبنية الأمنية اللبنانية وفكر بمنطق الدولة وأنه هذا جهاز تابع للدولة وبالتالي هذا مردوده للدولة، ولا أعتقد أنه اللواء عباس إبراهيم عنده تفكير آخر غير هذا. نعم التفكير نعم بدنا بس نشوف يعني طبعا هلأ هو التوقيفه يعني هو مثل ما قلنا مهم بحد ذاته، ولكن ما نشوف فيما بعد التحقيقات وما ستكشفه هذه التحقيقات يعني ما بعرف
إذا رح تفضح، ما عادش تفضح حدا مثلا هذه التحقيقات عند يمكن بعض المتورطين في الداخل اللبناني، يعني دول بشكل عام، بشكل عام صار كل شيء ظاهر، ما عادش في شيء مخبى. مخبى بيكون بعض الأسماء اللي بعض التحريض تحت الطاولة فوق الطاولة للاستثمار السياسي الداخلي، بس بشكل عام الممول لمثل هكذا حركات معروف وين وكيف، وهذا جزء من حراك إقليمي كبير. هذه المسألة مش بس مقتصرة على لبنان، المسار كله بالمنطقة. اليوم كل الحراك الإقليمي والدولي قائم على فلسفة واحدة عبر عنها أردوغان، وقت زاروا فؤاد معصوم رئيس الدولة العراقية لأردوغان وقال له بدنا نتعاون وبدنا يعني، قال له وكان بعده جاي هو من روسيا بعد توقيع الاتفاق الإيراني، عفوا من إيران بعد اتفاق توقيع الاتفاق الإيراني الأمريكي، قال له مظبوط احنا بنقضي على داعش بس انتبهوا في دواعش كثيرة، روحوا فتشوا عن مصادر التمويل ومصادر الإلهام الفكري ومصادر الدعم والتخزين الإنساني بتصريح علني مكتوب مطلق. معناتها هذا الموضوع يعني أصبح ظاهر، أصبح واضح، ما عادش في داعي ننتظر تفاصيل معلومات. إيه بس ما المشكلة هلا بالنسبة للبنان، إيه ما نحن تحقيقات ياخذوا وقتهم فيها، بس ما نحن يعني لأنه نعرف يعني حالتنا، وبكرة بتبلش التسريبات عن التحقيقات وبتترك طبعا تداعيات، لأنه بدها تخلق يعني نوع من الحساسيات. يعني أنا ما بعتقد لازم ما بعتقد بتخلق حساسيات. الشعب اللبناني بكل طوائفه حقيقة له مصلحة عليا وكبيرة جدا بإسقاط منطق التطرف أينما وجد. ما عادش بوارد الشعب اللبناني، حتى المكون خليني يكون دقيق وواضح السني في البلد، انت لاحظتي بالأمس عندما ألقي القبض على الشيخ أحمد الأسير ردة الفعل كانت مقتصرة فقط على دائرة ضيقة جدا من الناس اللي ما بعرف شو علاقتهم فيه. لذلك خلينا نقول انه الامور على المستوى اللبناني يجب نحن كشعب لبناني تكون دورنا فقط دعم الأجهزة الأمنية، مشكلين حضانة شعبية حقيقية، عاملين حماية لأي تداعيات قد تترتب على أي تحقيق أو على أي تسريب أو على أي محاولة دس أو انتوكسيكاسيون معين ينعمل للشعب للاستثمار في هذا المناخ أو ذلك. هذا في حراك رهابي يعني في غطاء دولي لهذا الكلام، يعني في غطاء دولي لهذا الكلام. هذا كلام ومش بس غطاء دولي، وانت بتعرف امبارح تمرر كلام حول انه في تعاون فلسطيني بهذا الموضوع، صح؟ مش هيك؟ صح. فاذا البيئة الحاضنة لهذا العمل هي بيئة، وهودي لنه المسيحيين ولنه شيعة ولنه دروز، هودي سنة بامتياز. طب كمان خلينا نكون واقعيين، اذا ما في بيئة حاضنة بقى يعني ولا يعني في لبنان لهذا النوع من التطرف وال يعني ليش نحن عم نروح ونحرض بالسياسة على ونتهم جماعات بالسياسة على انها يعني تمثل التطرف السياسي والداعشية السياسية ونرفع شعارات مثل ما حصل يعني بالتظاهرات الأخيرة؟ شو بدي بالأدبيات السياسية التي تستعمل؟ الذي يخطئ بعض الإنسان أوقات فيها أو لا يخطئ، خلينا نعتبر عندما يقال داعشية سياسية المقصود فيها بالتعريف الواضح كل إنكار للآخر، كل رفض للآخر هو شكل من أشكال الداعشية. وقت انت بترفضي تعترفي بحقوق الغير، تعترفي غيرك انه موجود، بتديري ظهرك لشكواه لمظلمته، ايه هذا شكل من اشكال الداعشية. فعندما يقال هذه داعشية سياسية واضح شو المقصود فيها. يحاول البعض استثمار الكلمة اعلاميا او سياسيا للبناء عليها هيك والتفخيم، بس هذا كله ما بينفع. ايه بس هذا كله بيخلق جو من الاستفزاز والتحريض، يعني ما تحريض طوائف ضد بعضها، مذاهب ضد بعضها. ما في حدا مذاهب ابي حرض مذاهب ضد بعضها اطلاقا، لانه القاده المسؤولين عن حراك الاخ
عن حراك التعبير عن العنين والأنين، قاضي أبي عبرو بشكل واضح وبيقولوا نحن نريد الحوار. السيد حسن نصر الله بخطابه بيقول شرفوا يا أخوين، روحوا تحاوروا، شوفوا شو لازم تعملوا بالموضوع، ما تديروا ظهركم. والمعني بالآخ وبالعنين وبالصرخة وبالحراك العوني إذا صح التعبير، أبيقول نحن نريد الحوار. بارح العماد عون بتصريح واضح، نعم، استمرار إدارة الظهر لرفض الحوار أنا أعتقد هو يعني عمل غير مبرر، وأعتقد بالوقت عينه أنه هذا شكل من أشكال رفض الآخر، رفض منطق الشراكة الوطنية. وهذه قصة مش من ساعتها، مش من امبارح، نحن رافعين الصوت منذ سنوات بهذا المجال، لنقول شرفوا هناك حقوق دستورية مسروقة. انتبهي لتعبير مسروقة، مسروقة بامتياز، مش انه انا عم بحكي كلام هيك يعني عم بستعمله بس لإلحاق الاذى او الاهانه، معاذ الله. نعم. انا عم بوصف حالي دستوريه قائمه انه هذا الطائف الذي اعتبر وسيله من وسائل اخراج لبنان من حاله الحرب الاهليه لحاله السلم الاهلي، واللي كلنا تبناه، وانا كنت من راس حربي في الدفاع عنه وفي التسويق له، لم يكن هذا هو الطائف الذي نفذ، لا بظل الوجود السوري بمرحلة سوريا ولا بظل وجود بعد عام 2005. وأنا أدلي يعني متأكد، كنت رددها مرارا ما كانوا يسمعوا هلأ كلهم عرفوها، أنه المرجعيات السياسية اللبنانية هي التي سوقت فكرة سوء تنفيذ اتفاق الطائف، لأنه نظرت للواقع، الاتفاق الذي قام على هزيمة ما سمي بالمسيحيين في ذلك الحين، اجوا يقولوا هيدي تفليسي قدامنا، واحد بالحبس وواحد برا، في قدامنا تفليسي، تعاولا نوزع ذمم النيابي والإداري والوزاري والإنمائي. تبي لهالنقطة اللي بقول لك، شوف المنافع المالية، شوف حالة الشفط الأب التم الهوذر اللي عم تشفط الدولة وماليتها وكذا، ادرسي وين حصص المسيحيين فيها، بتلاقيها تكاد تكون كارثية. هذا الموضوع منذ اليوم الأول، وأنا متأكد وأنا أتحدى كبير القوم وصغير انه يجي يقعد على شاشة التلفزة ويقول لي عكس هذا الكلام، هذا موضوع عشته وبعرفه. بس شايفه؟ ما قدرت تعمل شيء يعني. لا انا شو بقدر اعمل يعني، لا مش عم بحملك لإلك وحدك، بس المسيحيين اللي وزعوا عليهم مثل ما قلت هذه التفليسة، انه قبلوا انبسطوا فيها. ما كان في مسيحيين وزع عليهم تمثيل التفليسة. مين؟ لا ما كان في مسيحيين، كان نجيب، ما في مسيحيين، كان في نواب بعضهم دس بمناطق معينة لاستلادهم بكنف زعامات سياسية تحت عنوان ما بدنا نجيب عالم مستتبعين للقادة المسيحيين، الذي أعيد إنتاج قيادته سنة 2005. أنا من موقع الخصومة إلهم، كنت أعيد إنتاجهم، وأتقرر الشعب اللبناني سنة 2005 يقوم يقول هذه هي الزعامات المسيحية والمارونية بالتحديد، أنا علي واجب أتعاطى معها على أساس هذه إرادة الشعب المسيحي والماروني بشكل خاص، الذي أنا شخصيا أعتبر أن هذه الجماعة المارونية تشكل العمود الفقري لهذا الوجود المسيحي في البلد. ما في حوار بهالنقطة ابدا. نعم. وكل محاولات لعب اللي كانت تصير قبله حاولوا يعملوها بعدين للعب على التناقضات المذهبيه المسيحيه يطلعوا منها، وانا ارثوذكسي عتيق يعني، ما في حدا يعني قادر لذلك هذا الموضوع تم التعاطي مع هذا الواقع كتفليسي. انا لا خيل عندي اهديها ولا باله، فليسعد النطق ان لم تسعد الحاله. انت بتعرفي تماما ضلي
وخصوصا آل غانم الكرام بيعرفوا تماما الدور المركزي الذي حاولت أن ألعبه في إعادة صياغة علاقة الدور المسيحي بالنظام، خصوصا عبر صاحب الغبطة البطرك صفاير. وقد أولاني ثقة أنا بشكره عليها في ذلك الحين، وهي مذكورة بمذكراته، وأطعنا شوط كبير. من الذي حاربنا وأجهد هذه الخطة؟ هي المرجعيات السياسية اللبنانية المعنية اليوم، والتي كانت معنية قبل باعتبار الواقع المسيحي وتفليسي، يجب أن توزع ذمم النيابية والوزارية والإدارية على مختلف الكيانات. وقت اجت 2005 بدل ما يروح العقل السياسي اللبناني الذي قيل أنه عقل سيادي واستقلالي ويأتي إلى لبنان لكي يفكر ببناء منطق الدولة، الحقيقة ذهلنا بس لقينا أنه التفكير هو تفكير الاستمرار بسياسة الهيمنة ووضع اليد ومصادرة إرادة الآخر. وكأكبر دليل على ذلك الذي حدث، ما عادش في داعي نقعد نكرره مرارا، اليوم نحن عم نقول التالي. لحتى أقول لك ليش الداعشية السياسية عندما تستعمل، ما المقصود فيها؟ ما المقصود فيها يعني الداعشية بمعنى التكفير؟ بالمعنى الفقهي الإسلامي للكلمة، ما أظن الله أنه بده يجي سعد الحريري مع حفظ الألقاب يعمل فتوى تكفير ضد إلي الفرزي، مش رح يعملها ولا هو بهالوارد. طبعا المقصود فيها إدارة الظهر، المقصود فيها التنكر لمبادئ الشراكة الحقيقية. إدارة الظهر لمسألة أنه في حقوق دستورية سرقت، في دستور طائف نحن متمسكين في هالدستور، شرفوا نفذوه بصورة عقلانية ومتواضعة خارج منطق أن هزيمة ألحقت بالمسيحيين. هاي العقلية اللي بيتم التعاطي فيها مع المسيحيين مرفوضة تماما وقبالا. وأنا بقلك لن يستوي الحال، يسمعوا اللي بقول لهم إياه العالم، لأني من 2009 بقول لهم هذا هو الوضع وبيشوفوه. اليوم بقول لهم للقوى السياسية كلها لن تستوي الحال في ظل التعاطي مع المكون المسيحي على قاعد أنه هو مكون مهزوم. لا إطلاقا، المسيحيون في لبنان لا يزالون هم نواة قادرة قادرة، يمكن بطلوا يكونوا النواة القادرة ولكنهم نواة قادرة في إدارة لعبة الشراكة الوطنية بأعلى درجات. اجوا صرخوا يقولوا يلاقوا حجج انه يا اخوان تعاو في المسيحيين مختلفين، اتفقوا مثل بقية المكونات واستبيحوا الساحة المسيحية لوحدهم. وكانت حجة تكتيكية نحن عرفانينا حجة لتبرير التملص من اعطاء الحقوق لاصحابها ورد الامانات. اتفقوا يا مسيحيين نحن بنمشي بالدفاع. اتفقوا المسيحيين، اتفقوا شو قالوا؟ اعطونا قالوا الانتخاب. انا بتحدى يعطونا الانتخاب، بتحدى. قالوا اعطونا اللامركزيه الاداريه الموسعه وخلي ما ذكر اتفاق الطائف، بتحدى يعطوني. قالوا لهم شرفوا في مكون مسيحي اسوه ببقيه المكونات، في اجتماع عقد للأحزاب الأربعة ممثلة بوزراء يوسف سعادي ممثلا سلمان بيك فرنجية معالي الوزير، معالي الوزير سجعان الأزي ممثلا رئيس حزب الكتائب الشيخ أمين جميل، دكتور سليم الجيصاطي الوزير أيضا ممثل للعماد ميشيل عون، و مين المكون عفوا السيد أنطوان زهرة ممثل للدكتور سمير جعجع. وسائبت شائت الظروف أنه إرادة صاحب الغبطة شاءت أن يكون سعادة السفير دكتور عبد الله حبيب عضو هذه اللجنة وعبدك الفقير عضو بهذه اللجنة، واجتمعنا وكان في اتفاق كامل بين هذه المكونات أنه يجب أن يتم انتخابات رئاسة جمهورية، وهذا الرئيس يجب أن يكون بداية، أن بستعمل لك النص الحرفي الذي كتب، ممثلا للمكون الذي ينتمي إليه، بمعنى تحديد مفهوم ماذا يعنى بكلمة رئيسا قوي، بحيث أنه هذا ينطلق بعدها إلى رحاب الوطن من طائفته الذي يمثلها غير تمثيل. وإذ إدارة الظهر وأصبح هناك في فتوات إقليمية، وبعد شوي
لها علاقة بالحرب النووية القائمة في الدنيا. ما حدا قال يعني ما حدا حكي عن فيتو، يعني ما حدا قال انه لا نحن نضع فيتو بشكل مباشر يعني، لا بل قالوا انه لا ما في فيتو. بتعرفي ليش بتمنى ينقال في فيتو؟ بتعرف انا من باب التمني. اولا مسألة الفيتو انقالت عبر تسريبات صحفية نسبت الله يرحمه لمعالي وزير السمو الامير سعودي الفيصل بكر. وانا بقول افضل تكون لاي، لانه الخطوره اذا ما كانش في فيتو ان مضمون الحوار الذي كان يجري بين العماد ميشيل عون ودوله الرئيس سعد الحريري الذي وضع له جدول اعمال من 3 نقاط وبدأ به بمساله مجلس الوزراء وتاليف الحكومه والفت وكانت بمسعى عميق من قبل عماد ميشيل عون، عندما تم الانتقال للبند الثاني لانه هن كانوا 3 بنود تاليف حكومه رئاسه جمهوريه قانون انتخاب وانتخابات نيابيه، وقت توصل لهون افضل ينقال انه هناك شيء خارج عن الاراده من ان ينول هناك نكوث انه هن انقلبوا على التالف. حبيبي بس انا لا، ليش اقول هالكلام؟ لانه انا حريص جدا انه الشيخ سعد الحريري يبقى تلك المرجعية الصادقة والصدوقة، لأنه بالنهاية المكون السني في البلد هو مكون أساسي وجوهري ويلعب وله دور العمود الفقري في بنيان وحدة الدولة وبنيان الاستقلال السياسي اللبناني وبنيان السيادة اللبنانية والشراكة الوطني. وبالتالي نحن قلنا مصلح يضل في رمزية مثل ما يعني منأكد على دور الاستاذ تمام سلام دولة الرئيس مجلس الوزراء على يلعب هالدور هذا باستمرار، منأكد عليه الدور. ولكن يجب أن يكون معلوم لا حلول خارج إطار أجزم يعني ما يعود حدا يخضع. شوف هاي الحملة اللي صارت مؤخرا الذي استنفر لها السري والعلني الكبير والصغير، أي حملة التكتيكي هاي آخر شهر التكتيكي والاستراتيجي شو كانت غايتها؟ كانت غاية وحيدة، محاولة أيضا تحويل العماد ميشيل عون عبئا على حلفائه وعلى حزب الله بالتحديد. فكان ما كان مما أذكره، مش مما لست أذكره، فكان رد سمحت السيد حسن نصر الله والذي تحدث عن الواجب الأخلاقي والإنساني والإلتزام المطلق بلعبة الشراكة الوطنية. خلينا يلا شرف يعني لهذا الخطاب، وحتى القراءة ما زالت يعني كمان تعتبر أنه السيد حسن نصر الله ليس يعني بهذا الالتزام اللي عم تحكي عنه مع العماد عون. بس بشو عم تجزم؟ قلت عم تقلي انا اجزم وانتقلت لتحكي عن الحمله الاخيره. اجزم انه لا يوجد حل خارج اطار الاعتراف بمساله احترام الشراكه الوطنيه على قاعده احترام الممثلين الحقيقيين للمكون المسيحي اسوة ببقية المكونات. إدارة الظهر لتطبيق اتفاق الطائف تطبيقا سويا وسليما بحيث ننتج شراكة وطنية وعيش مشترك، مش نفاق وقلقلة وكذب. بس عم بتصير هيك، عم بتصير المعادلة يعني دولة الرئيس، عم بتصير المعادلة انه هذا الموضوع هذه الشراكة تمر فقط بالممر الالزامي اللي اسمه العماد عون، يعني التعبير عن هذه الشراكة الشخصية يعني انه او العماد عون رئيس الجمهورية او ما في رئيس جمهورية، القصة بالشخصية او العميد شامر روكوز قائد الجيش او من قيم لقيامة. لا كمان هذا موضوع يعني هيدا كمان هن تيار المستقبل بيقول انه نحن وين غلطنا مظبوط مع العماد عون، يعني هو اسقط حكومة سعد الحريري ما فتحنا تبنا، قال له تيكت وان واي تيكت يعني كمان ما ألغي، يعني وقت قال له وان واي ما كان عم بحاول يلغي وقت قال له وان واي تيكت، بعدين اجوا اتفقوا بروما واجوا شكلوا الحكومة، وقبل حتى بتشكيل حكومات سابقة أخذ العماد عون اللي بده إياه من الحقائب والوزراء
ويعني وتأخر تشكيل حكومة من تحت رأس إنه تلبية مطالب العماد عون، مين عرقله يعني؟ ما قبل جاوبك قبل الفاصل أو بعد الفاصل؟ لا قبل، بعد قبل. معي خمس دقائق. أوه في وقت. أولا في الصراع السياسي الذي كان دائر عندما أخرج الرئيس سعد الحريري من الحكومة، أنت بتعرفي أنه أنا الوحيد بلبنان، نعم، الوحيد في ذلك الحين الذي وقف ليعترض على هذه الخطوة، الذي وقف ليعترض على هذه الخطوة ويدين ويؤيد سعد الحريري بضرورة بقائه لرئيس الوزراء، وهي شغلة فت فيها بحرب مع كل الأطراف مدة طويلة من الزمن، وهيدي بالكماش السياسي اللي كان قائم هكذا حدث. طيب ما هذا بعده صار في اجتماع وصار في مصافحة وصار في مسامحة وصار في تعاطي وتم تأليف حكومة جديدة بالتنسيق بين الرئيس سعد الحديدي والعماد ميشيل عون وبضغط من ميشيل عون على حلفائه. فلذلك هذا موضوع ما فينا نضل نستحضر، لأنه ساعتها بدك تستحضري ال 2005 ساعتها بستحضر 2005 وقت كان بده يجي عماد ميشيل عون على لبنان وبعثوا له خبر لا ما تجي باعتبار هيدا هيدي خروج سوريا من لبنان لازم يحصدها كم واحد، كل واحد بيمثل ربع حي، ايه ما بيمثل زعامة وطنية. اجت انتخابات 2005 80% واسألوا له برا بتطلع لك وزير ولا منش نستحضر نحن الماضي. طيب. محاولة الإلغاء قائمة ما نستحضر انه بلشت الحوار. واجا العماد عون يقولوا انا هون ذهلت كيف ما استثمروها، هلا بقولها علنا، سواء الرئيس سعد الحريري او المكون السني او المملكة العربية السعودية. اسمعي شو بقول، وهيدي كلام واضح ان شاء الله يكونوا ابي سمعوه. وقت العماد عون اطل على الرئيس سعد الحريري كممثل للمكون واللي كلنا نحن بنعتبره انه هو ممثل شرعي وحقيقي ونتمنى ان يلعب الدور الذي يجب ان يلعب، انا قلت زبطت معهم. بقول لك شو تحليلي السري الضمني، يعني هلا عم بحكي كلام يمكن عاده ما بينحكى، بس بقول لك شو تفكيري السر. قلت زبطت معهم، زبطت مع الرئيس سعد الحريري والسعوديه. قلت تهيأ المجال لكي يصبح لهؤلاء حصه في شخص العماد عون الممثل للمكون المسيحي بشراكة مع حسن نصر الله بميشيل عون. انتبهي، عم مش عم بحكي كشخص، عم بحكي بما يمثل. قلت زبطت معهم، باستراتيجية. عم بحكي انا ما عم بحكي اشخاص ولا بتعني لي الاشخاص. وقت بلشت حس انه في لعب كيدي من بعض الأطراف المحلية وضحكت، قلت رجعت حليمي لعادتها لأني بمساكين يشفق عليهم. إيه هيدا الموضوع، ذهلت وقت ما استثمروا هذه الفرصة التاريخية. مش بس عم بحكي عن الرئيس سعد الحريري، لبعض الأطراف الدولية بتقلي، أقول الدولية بتقلي هي is genuine but he cannot deliver. اللي هو صادق مخلص ولكن كيف بس ما قدر لأنه في ظروف وكذا ولاخ. أنا مستغرب كيف المملكة لم تستثمر هكذا ظرف. إيه هيدي وجهة نظر متواضعة تقبل النقاش يعني. إيه أنا خليني شوفي موضوعيتي دولي، يعني أنا موضوعي كتير وخصوصا بحضرة محاورة قديرة مثل شخصك الكريم. لحظة هلا بتحكي وحدك ولا بسمع عليك يعني. لا وشكرا شكرا. لا أكيد هذا منبرك. إجت قصة العماد عون الحوار، أنت ما إلك حق تقولي الطرف الآخر. أنا بتحدى إذا هذا المكون المسيحي الموجود بعد إعلان النوايا بين الدكتور جعجع وبين العماد عون اللي هو بمضمونه بالنقاط ال 17 تبعه نقاط في غاية الأهمية، نقاط تستأهل الاحترام، ما حسيت تفاعل الأطراف الأخرى مع مضمون هذه النوايا في جدية بالتعاطي مع على قاعدة هذه هي وحدة المسيحيين. وحدة المسيحيين مش بالأشخاص، وحدة المسيحيين بمضمون
الكلام السياسي اللي بينطرح. طيب الوزير سليمان باك فرنجي اللي هو زعيم سياسي حقيقي تاريخي أبا عن جد وهو لا يزال يلعب دور وطني مميز، بيقوم بيقلك هناك حقوق دستورية للمسيحيين، بيقلك في رئيس قوي نحن لن نسمح، أنا مرشح إذا كان العماد عاو مش بالساحة، يعني بيقصد الرئيس الكاليبر معين. نعم. معه حق، فإنت هي إرادة المسيحيين. الدكتور جعجع قال لك أنا مرشح، رئيس أمين جميل بيقول لك أنا، معناتها هؤلاء هن المؤهلين عمليا ليمثلوا حبيتيهم أو ما حبيتيهم، أنا تاريخيا مش معهم، يمكن مع سليمان باك فرنجي، بس تاريخيا مش معهم. هذا الموضوع، هذا الموضوع لم يتم من الطرف الآخر مقاربة للمسألة المسيحية تقول لهم في للمسيحيين نحن جاهزين نتعاطى كشركاء. سميلي وحدة، سميلي مقاربة. أنا عم بالك برئاسة الجمهورية شو قالوا؟ قالوا له نحن قبلنا، يعني نحن قبلنا أنه أنتوا القيادات المسيحية الأربعة يعني تنزلوا أنه أنتوا المرشحين يعني الأساسيين يمكن والأكثر أهلية لهذا الترشيح لأنكم تمثلون، لأنكم الأكثر تمثيلا. طب تفضلوا على المجلس النيابي تنتخب رئيس، ومين بيربح صحتين على قلبه. ما قبلوا، ما في فريق ما قبل ينزل. لا خبرك لا، ومعهم حق، شو هني ولاد يعني أبجرون على شو ليك شو الخطة. وقت ينطلع لعند صاحب الغطة أحد القيادات الكبرى الكبرى من 14 أذار في المكون الآخر، بس اللي الكبرى يعني قد يكون الأساسي، وينقال له نحن الدكتور سمير جعجع ما بدنا إياه. طب اصحابه عون ومنشيله، وهذا كلام موثق. ما حدا بيقدر يقول لا وقت يحكي لي، وقت يحكي أنا تبي بس ما بحياتي بطلع على اصلا تلفزيون. هذا كلام لا سمعته قبل كمان على هذا المنبر. طب فاذا ما حدا نفى ولا حدا بينفي ولا حدا بيتجرأ ولا حدا بيتجرأ. اوكي، فلذلك شو يعني النزل لتحت؟ يعني الاكثريه المعموله الموجوده بالمجلس هي اكثريه مددت لنفسها استنادا لقانون مزور يتناقض مع الدستور، سلبت الأكثرية سلبا بعد تعطيل المجلس الدستوري الذي اعتبر من أهم إنجازات الطائف عبر التمديد لنفسه برئاسة ميشيل ستيبان وتحت إشرافه، ومن ثم مددت لنفسه خلافا للدستور خلافا للمنطق. تعالوا اعملوا انتخابات، شو بيعملني أنا بليلة الليلاء وبظرف هيك بين لفتة عين وانتباهتها حط الأصوات لطرف ثالث؟ شو بيصير بالمسيحيين بالبلد؟ بس مين بده يحطها وحدهم؟ يعني وحدهم تيار المستقبل وليد جنبلاط بده يحطوها، ومعهم يمكن الرئيس بري ما بعرف. لا 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 الرئيس بري، لا الرئيس بري بهالموضوع موقفه قاطع. شو قاطع؟ وما بقبل ناقش بالقصة. قاطع قاطع شو لأي جهة؟ انتخابات رئيس. ايه؟ بالنسبة لانتخابات رئيس بينت بأول انتخابات صارت بالمجلس تعليمات بشلعاو ابدا. وانا بقول لك هلا بعلنا ابدا، هلا بعلنا قولا واحدا وحسما. ايه بس كمان اخر ما وقف للرئيس بري بيقول انه انا كيف بدي انتخبه وممنوع معترف بشرعيتي. هلا بنقشك، هلا بحكي بهذا الموضوع، خلي عم بحكيكي انا عطفا على وقته وعطفا على 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 معطى صار بانتخاب الرئيس بري. لذلك دولي خلينا نتعاطى مع المسيحيين تعاطي نحترم عقلهم. هاو مش ولاد امبارح، هاو جماعة. طيب ما هني من مؤسسي الجماعات إن لم يكن هني المؤسسين، ما هاو الدكاترة والهندسي والطب وجبران والجيازي والبستاني والثقافي والزجل والشعر والأدب والعلماء والانتشار اللبناني. هلأ صفة بدنا نتعاطى معهم تعاطي إنه تعالوا نعمل قلقلة معكم. ما بيجوز. الاحترام بيقول نقعد على طاولة، نحن ممثلين كيانات، الدستور صفة رقعة أب يتمسح فيها يمنة ويسرى، تشلع أب يقولوا لكم نحن بدنا نحافظ لكم على الطائف، شرفوا لنقعد حول طاولة نعمل اتفاق على كيفية تدار البلاد للمستقبل عبر احترام النص الدستوري واحترموا المكونات والشراكة والميثاق. بدك تتعاطى معهم على قاعدة اللعب، سقط هذا المنطق، لن يسمح به.
بدي اوقف هلا مع فاصل عليني تنرجع نناقش شوي. يعني هون كمان يعني اليوم حتى ببعض المخارج اللي كانت عم تطرح وما بعرف اذا الى امل لانه ما الهيئه بموضوع يعني التعيينات الاميه والى اخره، طب ما فيها كمان نوع من هيك تركيب المخارج ايها بموضوع يعني شو حتى مبادرة لواء عباس ابراهيم والى اخره، طب كله انه بنرجع نقبل ننزل على المجلس انه اذا في امل يضلوا عنده شانس العميد شامي ركز انه يوصل قائد الجيش او الى اخره. طب هلا بدي ناقش فيها بس ما بدي اوقف مع فاصل اعلاني. ونعود لمتابعة نهاركم سعيد مع دولة الرئيس إيلي الفرزلي. دولة الرئيس كنا عم نحكي يعني بموضوع أنه العماد عون طبعا الالتزام كمان لنا نحكي كمان بموضوع خطاب السيد حسن نصر الله ومدى الالتزام اللي عبر عنه بمطالب العماد عون. طيب العماد عون عم بيقول أنه هو في كسر له، محاولة كسر له، محاولة عزل له، وكذلك تكلم السيد حسن نصر الله. تيار المستقبل بيقول احنا وين استعملنا انه بدنا نكسر عماد عون، وين قلنا انه نعزله؟ امبارح حتى نائب احمد فتفت من الديمان من زيارته للبطريرك الراعي قال انه نحن ابدا لا ليس هذا نهجنا ولا سياستنا انه لا نكسر ولا نعزل حدا لا من الكوينات لا المسلمي ولا المسيحيه. ليش ألبس تيار المستقبل هذا؟ لك خلينا نكون واقعيين، لا يكفي أن يقولوا نحن، المسألة مش مسألة العماد مش العون. بل أنا كل حديثي قائم من أول ما عدنا لليوم التالي. هناك حقوق دستورية للمسيحيين فليتم الاعتراف فيها. هون العزل. هون الكسر. لذلك سمعت السيد حسن نصر الله بيحكي عن ميشيل عون كرمز. كرمز لهذه الحالة، لهذا الحراك، مش عم يحكي عنه كشخص هيك يعني حصرا وبالتالي عنده مزاج شخصي العماد ميشيل عون وبعض القضايا الشخصية بده يدافع عنه واعتبرها عملية لبي الطلب أو لم يلبى أبدا، لأنه بيعتبروا أنه لو قبلوا يمشوا بالعماد عون رئيس جمهوري أو لو قبلوا حتى يعينوا العميد شامي كروز قائد جيش ما كان العماد عون كفى بالمطالبة أنا مواطن حقوق. أنا مواطن عادي، أنا ما كنت بطالب ليه؟ لأنه وقت تمشي بميشيل عون رئيسا للجمهورية يعني مشيتي بالممثل الحقيقي والشعبي الذي يمثل أكثرية المسيحية وبالإرادة المسيحية التي تقول فليأتي الرئيس الممثل للمكون الأول. وإذا مشيت بالعميد شامر روكوس، وأنا شخصيا كل العالم تعرف يعني أنا ما بعرفه معرفة حقيقية للعميد شامر روكوس، ولكن أولا هم بالشكل بدي أحكي في ظلم يلحق بهذا الرجل أنه كيف يعني إذا كان صهر العماد عون يسقط من حقوقه المدنية؟ هذا مش صحيح. إذا ضابط في الجيش اللبناني عنده سيفي معين، العماد عون كان أبي يقول قبل ما يجتمع بالرئيس سعد الحريري كان أبي يقول في ناس ضباط جيبوا السيفيات تبعهم شوفوا من يستحق وأقدموا على تعيين ضابط جديد. بعدين ما عاد شايف غير لا لأنه وقت نزل عند الرئيس سعد الحريري سألوا الرئيس سعد الحريري وبعطيك النص الحرف شو رأيك بالتمديد للقيادات الأمنية؟ قال له نفسي تتقزز من كلمة تمديد، وكان صاير اللي صار بالتمديد للمجلس النيابي وبحضور الجلسة وعدم حضور. قال له طيب شو رأيك بهونيك اسم فيلم؟ قال له مين؟ قال له شاب الروكس. قال له لا طيب، وهو ضابط يتوفر فيه كده إلى جانب علاقته الشخصية. وقال له مقابل يا عماد عثمان يا ابن شحاتي اقنع حلفائك وانا حاضر. قام العماد عون بجولة لاقناع الحلفاء وهكذا كان. فوجئ عند الرئيس بري وقت قال له الرئيس بري حاضر، بس انا اليوم الصبح
انحكى معي بالتمرين. كل هالفيرتيو يعني صرنا سمعينها كثير، وحتى عندهم الغير مستقبل فيرسيونات ثانيه. لا 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 لا، يملكون من الرجول ما يجعلهم يقولون شو بدي بطيار المستقبل. عم بحكي عن الرئيس سعد الحريري اللي بيعتبر مصداقيته قائمه واخلاقياته قائمه، وهو شخص محترم ويحترم كلمه. هلا لم يتمكن موضوع ثاني، قامت الجوقة موضوع تاني، في فيتو خارجي موضوع تاني، هذا موضوع. بس أنا لي كل احترام لل طيب هون بقى. إذا إجا سأل بيكون المكون المسيحي سمى موقع مسيحي متقدم بالقيادة الأمنية تماما وإسوة به، مدير عام قوى الأمن الداخلي، مدير عام الأمن العام، مدير عام الأمن الدولي. هذا الموضوع اللي بيتفتش علي، ما بيتفتش عن أسماء. وهون يا دول يا حبيبتي ما يحزبوا حالهم، ما 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 خلص، ما القصة صار ست سبع سنوات بنفس المنطق. لا مساومة على هذا الموضوع، إما شراكة وطنية كاملة الأوصاف وفقا لنص الدستور، أو قولوا إنه ما عش بدكم الدستور. ساعتها بنفتش على شيء غير. بس نص الدستور ما بيقول يعني ما انتخاب بيقول الرئيس الاكثر تمثيلا. لا ليكي شو بيقول، ما هو ليكي شو بيقول، ولو نحن هالقد ولا ما بنعمل انتخابات يعني بنشوف من هو رئيس اكبر كتله مسيحيه وبنجيبوا رئيس ثاني. هذا بصير مع السنه والشيعه. إيه؟ لا انتبه، لا مش ايه، لا غير 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 ليش عم نقول طبقوا الدستور؟ عم نقول طبقوا الدستور لانه روحوا لتنفيذ المادة 24 بالمناصفة الفعلية بمجلس النواب. قال لهم امبارح لمادة ميشيل عون، أنا ما أطالب باستعادة صلاحية رئيس الجمهورية. في مجلس نواب، في دستور، في المادة 24 للدستور. شرفوا، عملوا قانون انتخاب يتناسب وينطبق على اتفاق الطائف. نفذوا قانون الانتخاب، روحوا لإجراء انتخابات نيابية، انتخبوا رئيس الجمهورية. ما بدهم لا. لأنه هذه الأكثرية التي نشأت استنادا إلى قانون مزور واستنادا إلى مخالفة اتفاق الطائف وأمن لها كل الأجواء، صادرت إرادة المجلس في التمديد سنوات، سنة وشهرين، تحت عنوان شو أول التمديد صار؟ تحت عنوان إنتاج قانون انتخاب نيابي جديد. ما عملوه، ما عملوه، لم يبحث، لم يناقش. وصاحب الهبطة يعلم هذا تماما، لأنه بس بعت وراء القيادات الممثلين القيادات للنقاش بالموضوع، قالوا له بعد بكير. هذا الموضوع الأساس أنك ترجعي مصدر تكوين السلطة. مصدر تكوين السلطة هو وين؟ مجلس النواب. قانون انتخاب، تعملي قانون انتخاب وتبني هرم الطائف على أساس قانون انتخاب ينسجم مع الطائف. أما هيك بالبهورة وبأكل الراس باللف، هنا وقف سماحة السيد حسن نصر. بس اجت تستنفر كل ما يسمى علاقات وتكتيكات واستراتيجيات لكسر العماد عون كممثل لهذه الفكرة. مش العون فكرة، هو ليس شخص، هو فكرة. نعم. لكسر هذه الفكرة وعزلة، قال لهم انا لست اول مرة، تبي ما تنسي، قال لهم أنا لست وسيط، أنا طرف. أكيد سيد حسن. ثاني مرة شو قال لهم؟ قال لهم لا، هو شو أبي دافع؟ أبي دافع عن ثقافة الشراكة مع هذا المكون المتجسد في هذه الفكرة الذي ينطق بها ميشيل عون. هذه الصورة. السيد حسن نصر الله بهذا الخطاب قال لي أنا شخص يعني براقب الأمور بموضوعية تامة، موضوعية كاملة وعلى مسافة واحدة بتفكيري بهذه الشؤون. موضوعية كان طلق من مبدأ واضح يقول فيه أنه أنا لن أسمح بكسر هذا المكون، مش ميشيل عون على المستوى الشخصي أبدا. يقوم إلي الفرز لهلأ يكون محل ميشيل عون أبيمثل هذه الفكرة. لو سمير جعجع محل ميشيل عون عم بيمثل هذه الفكره، نفس الموقف بيقول السيد حسن نصر الله اللي قال نفس الموقف. انا استطيع ان اؤكد طبعا، شيلي العضيه الصراع الاقليمي، الصراع بالموقف الاقليمي، بس انا اؤكد نفس الفكره. لانه المضمون اعلان النوايا الذي وقع، الذي وقع بين العماد عون وبين الدكتور سمير جعجع طبعا بجهد
مشكور من الأستاذ إبراهيم كنعان والأستاذ ملحم الريشي، مضمون هذا المضمون هو يعكس هذه الفكرة. ما هو يعكس هذه الفكرة، فكرة الشراكة الوطنية. بدها تنشال ثقافة اعترار المسيحيين تفليسي. طب هون بس بخطاب السيد حسن نصر الله يعني، وعدم ذكره أو عدم تذكيره بأنه العماد عون هو المرشح الوحيد يعني بالنسبة لنا، واكتفائه بالإشارة إلى أن الرئاسة يعني تمر إلزاميا بالعماد عون، فسرته قوى 14 أدار وتيار المستقبل أنه هو نوع من الخسارة يعني التي تسجل للعماد عون على صعيد يعني فرصه بالوصول إلى رئاسة الجمهورية. أنت هيك فهمت أو لا؟ بعد ما فهموا المتغيرات الاستراتيجية طرأت على المشهد الإقليمي كأنهم عايشين خارج العالم، ما فهموا أنه أن يقف أوباما ويقول لللوبي الأيباك اللي وقفوا كسب على الرأي العام الأمريكي، بعده في مراهنات على نتائج الكماش القائم بين نتنياهو وأوباما بمجلس النواب الأمريكي. يا دول يا حبيبي، أولا هذا ليس بكلام جديد، الشيخ نعيم قاسم بخطاب من جمعتين يعني استعمل تعبير أخرى ولكن نفس المضمون. الحج محمد رعد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة في خطاب في احتفال السوري القومي الاجتماعي كاد أن يستعمل نفس التعبير أو نفس الروحية بالكلام. سمحت السيد حسن نصر الله باستعمل هذا الكلام لكي يضع حد نهائي لمسألة المراهنات على متغيرات إقليمية قد تأتي عندما يوقع الاتفاق الإيراني مع الغرب. كنت أنت بتتذكري تماما أنه بكرة بتوقع الاتفاق، بيجوا الأمريكان بيحكوا مع الإيرانية أو الفرنسوية بيقولوا لهم اضغطوا على حزب الله، حزب الله بيضغط على ميشيل عون بيحكوا كل يوم في العالم. ماذا قال بالأمس حسن نصر الله بعد زيارة وزير الخارجية ظريف؟ نعم بعضهم عم يربطوا انه ظريف حمل كلمة سر رئيسية، يعني سر رئيسية تقول كلمة واحدة ويجب ان يفهمها العالم، وهون أبقولة لكل اللبنانيين. حسن نصر الله هو شريك في محور المقاومة، هو الشريك العربي لإيران. لا شرعية لإيران في العالم العربي خارج إطار هذا الغطاء العربي المتجسد بحسن نصر الله. التعاطي مع إيران مع حسن نصر الله تعاطي الذي يدعم قضية ممثلة بهذا الشخص. هو إجا كلام حسن نصر الله بالأمس إجا يقول بعد زيارة وزير الخارجية، يقول نحن الذي نقرر ما هو موقعنا، ما هو تحالفاتنا، ما بيقدر حدا يفرض علينا شيء مش متنعيش. اسقط كل مراهني على الخارج. وهذا كلام مش جديد، قالوا قبل توقيع الاتفاق الايراني الاوروبي العالمي مع الدول. بس ليش ما قال انه ليش قال انه يعني العماد عون ممر الانزامي للانتخابات الرئاسيه، وكانه يعني عم بيوحي الى انه ما بقى عنده فرص العماد عون للمجيء رئيس جمهوريه، بس لازم تحكوا معه حتى تنتخبوا رئيس جمهوريه. قياسا علي بدي سلم معك لانه انا انسان يعني طوع منطقك، بدي سلم معك وروح للشق الثاني. قال هو ممر إلزامي للحكومة واستقرارها. نعم. صح؟ إيه. إذا ما ننطبق على الشق الأوليني منطق أنه معش عنده أمل، معناته معش عنده أمل بالحكومة، معناته أصبح هو مترجش في واقع الحكومة وبالتالي معش عنده أمل كمان. فإذا أبيقول بطريقة أخرى، هو الشخص الذي يجب أن تحاوروه، اذهبوا إليه. هو الذي يقول ماذا يجب أن يعمل برئاسة الجمهورية ونحن نلتزم. يعني إذا قال أنه أنا بعدني يعني المرشح للجمهورية يلتزم حزبه مطلق. بعدين يعني ما حدا يراهن يحطه براسه من جميع. طب هلأ رح أحكي كلمة للرأي العام. نعم. تجربة
ميشيل سليمان أو على شاكلته في رئاسة الجمهورية لن تتكرر. في كلام أوضح من هيك؟ طب ما ضروري يكون يشبه العماد الشاسعي، يكون شخص آخر. أنا حطيت لك المعادلة ومشي فيها، لن ولن ولن تتكرر. طب لكن متكلين كمان على يعني عم تحكي انه بعدهم مراهنين على لا 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 يعني ما مراهنين يعني على تطورات اقليميه او دوليه او الى اخره. بعد لم هذا اليس استقواء ايضا بالخارج؟ يعني هذا المنطق من قبل حزب الله يعني كمان مش بالخارج بانتصار ايران يعني كما يعتبره في الملف النووي وحتى في الملفات الاقليميه. هو حتى حبيبتي هو بيقول لك انا لا بدي ايران ولا غير ايران تنتخب، نحن اصحاب القرار، نحن لبنانيين. بموضوع عم بقول بموضوع رئيس الجمهوريه، بس هو يلتزم بقرارات ايران ايضا بغير مواضيع، يعني بسوريا شو يعني مش رح ندخل بهذا الحوار، بده حلقه مستقله للتنظير لنميز وين الالتزام وين مش التزام. ما رح ادخل بهذا الحوار. سبق وقال نحن ارتباطنا بايران عقائدي ديني الى اخره، يعني اوكي 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 حبيبتي. بس عم نقول انه انا وصفت لك شو نوع الارتباط، وانا عندي قناعه بهالموضوع، وهي قناعتي ان تزداد. مصلحه ايران هي بهذا الشريك العربي، وإلا كل تكة بيقولوا له عجب وفرس. كل تكة بين الرئيس الروحاني رجع عم بيحكي عن نحن عم نفتش لنبني قمر إسلامي وليس هلال شيعي في المنطقة، يعني عم بجرب يعني هذه وجهة نظر رئيس دولة عم بيحكي وعم بيحاول يبن. وبعدين بعتقد اتفق مع الغرب الرئيس الإيراني وإيران على أسلوب التعاطي مع هذه الأمة. طب اذا كان السيد حسن تبي شو قلت لك مع هذه الامه اتفق مع الغرب يعني هي بدنا نفهم شو بيقولوا لنا اتفق شو بيقولوا لنا ما اتفق. شو هلا بيقولوا لك يعني حتى السيد نصروى بيقول انه الاتفاق هو بس ملف نووي مش غيره. صحيح يعني. بس خلق بيئه استراتيجيه لكي تتدحرج في اتفاقات اخرى. هي وجهه نظري، شو انا ابردد كلام سمحت السيد ما ابردد، ولكن خلق هذا الاتفاق بيئه استراتيجيه ليكون صالح للنقاش في ملفات اخرى. دولي خلينا نقول بالنسبه للبنان، العماد عاون رئيس جمهورية مسيحي ابن بيت لبناني عادي من حارة حريك، معروف أصله جده فصله شو. هو زعيم سياسي لبناني عنده كتلة من 27 نائب لبناني بامتياز وماروني أكثر وأكثر، وأبقول لك أنا مرشح لرئاسة الجمهورية، عامل تفاهمات وعنده اتفاقات وتحالفات وحاطط مسار لهذا الموضوع. نحن عم نقول لك كمواطنين، عم نقول لك اعملي معروف ايها الطرف الاخر، شرف احترم مضمون الشراكه الوطنيه في حقوق دستوريه للمسيحيين، رد لاصحابها، لن نسمح ببقاء حيث هي. طيب. اذا كان هذا الالتزام اللي عم تحكي عنه هالقد يعني ليش مثلا عمليه الانتيان بانكشاريين مسيحيين باستلادهم بكنف الآخرين نوابا وإداريين ووزراء ستسقط وسنسقط؟ ليش عم بتهين الآخرين من المسيحيين والموارنين؟ لا هذا توصيف سياسي أبدا، مش إهانة أبدا، لهم مني كل الاحترام والتقدير أبدا، ولكن عندما يكون مبرر وجودك واستلادك بكنف الآخر أنت ما بيعود إليك قدرة أنك تملكي قرارك السياسي. أنا لو كنت مكان هذا أو ذاك نفس الشيء. أنت ساعتها بتوقفي بتقولي قررنا تعليق عمل المجلس الدستوري خلافا لكل القوانين المرعية الإجراء. بشو استنادا لأي سلطة بتعلق يا نائب الفلاني؟ استنادا لأي سلطة بتعلق المجلس الدستوري اللي هو أهم إنجاز من إنجازات الطائفة؟ شو السبب الموجب؟ قال إن هؤلاء الأعضاء قد عينوا في زمن الوصاية. ما انت وجودك كله انخلق من كنف الوصاية. عشو اينبطوا من العوسجتين؟ لا لا، ولا حدا بيطلع له بهالموضوع، وسمي لك اياهن بالعشرات تقديس.
ثلاث ارباع الذي استولدوا بكنف الوصاية استولدوا ورجعوا بكنف الطيار المستقبل وغير طيار المستقبل. مش بس طيار المستقبل، ببقية المقومات. وفي كتير يعني الشيعية والدرزية، أنا ما عم بحكي كلام بس لحتى حمل فئة دون أخرى، أنا عم بوصف بشكل موضوعي علمي عام إنه استمرارية الواقع المسيحي على هذا المنوال أمر غير عادل، لطفا تمسكا منا بالوحدة الوطنية، تمسكا بوحدة البلد أرضا وشعبا ومؤسسات، تمسكا بالشراكة، تمسكا احترموا هذه الشراكة ورجعوا فكروا كيف بدكم تطبقوا الدستور بصورة سليمة، وبشكل خاص قانون الانتخاب. حتى قانون انتخابي مش مستعدين يعطوا. هون هل خلص يعني بالنسبة للعماد عون يعني الأولوية اليوم قانون الانتخاب يعني وليس رئيسة الجمهورية؟ لأنه بيكملوا بعضهم أبدا بمستوى بعضهم. هو قال أنه قانون انتخاب ثم رئيس جمهورية. طبعا، لأنه قانون الانتخاب شو بيعمل؟ وقت وجد قانون انتخاب محترم دستوري بينتج مجلس نواب دستور، ما بيعود له حق العماد ميشيل عون يقول تعالوا بدنا ننتخب الذي يمثل المكون، بيروح ساعتها المجلس النيابي بخريطته الدستورية الحقيقية بينتخب بصورة طبيعية رئيس جمهورية. أما تعمل انتخابات دستور مزور، تنجي مجلس نواب مزور، بيطلع عبر الآخر بيمدد لنفسه خارج إطار القانون وفقا لأكثرية فارض نفسه مستولد 22 نائب أو أكثر 30 نائب بكنف القيادات الأخرى غير مسيحية، بتقول له تعال انتخب رئيس جمهورية مسيحي. لا حلو يعني. طب بس انه هيدي موضوع. طب بس كمان انا بقبل انه ليه بيجي يقبل لكينا اليوم بفتح دوره استثنائيه ويطلع قرارات عن هذا المجلس النيابي وتعديل قوانين؟ هو قال شرعي مع الغير قانوني. هيدي اعتبروها هرطقه دستوريه ايضا، انه شرعي وغير شرعي. الهرطقه الدستوريه بقدره الظهر صلاحيه رئيس الجمهوريه بالمفاوضات بالمسائل الدستوريه، الهرطقه الدستوريه تسكت على رئيس الجمهوريه ابي يعمل تمديد لمجلس دستوري وخلافا لنص المادي اللي بتفرض القرعه على نص اعضائه بانتهاء نصف المادي، الهرطقه الدستوريه ابي يحكم الهرطقات الدستوريه، الهرطقه الدستوريه بقوانين انتخاب مزور ورا طالعه الهرطقة الدستورية، لك كل الهرطقة الدستورية. طيب بس كمان اذا كان مجلس قانوني كمان بحق له ينتخب رئيس جمهورية. مين بيقول له؟ هو بيقول له تعال نعمل تسوية رئيس العماد عون. نعم. تسوية تحترم هذه المواضيع الشراكية، الشراكة الوطنية والميثاقية، ومنروح نعمل تسوية بمجلس النواب. دولي شو بدي بالعماد ميشيل عون؟ هذا موضوع نحن طرحناه بال 2009 قبل ما صرخه العماد ميشيل عون تطلع، شرفي تعاي يعالجوا لنا اياه. ما بدهم، ودفع الكثير والقليل، سنسقط هذا النهج. بس وان هذا النهج ساقط لابد. برجع بسال وبقول لهم للمسيحيين هلا من على هذا المنبر، هذه آخر فرصة لصراعكم لإعادة إنتاج دوركم، أقدموا إن شاء الله يكون في دولة يطلع له. لا 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 يعني فيها بعد بده يصير في دولة بدها ترجع الأمور إلى ما كانت عليه، ولبنان سيكون عالك الشمس لا تؤثر عليه أجنحة الخفافيش وسيعود الدور المسيحي عضو لا طعامك مرة، لأنه إذا فقدت الرجاء والأمل ولم يكن إيمانك كما قال السيد المسيح من ليس له إيمان مثل حبة الخردل لا استطاع أن يقول لهذا الجبل انتقل من هنا إلى هناك، وإلا لكن عدو يا مسيحي ابكوا واستسلموا ونحن ما عادش يطلع منا شيء. وهذا كلام مرروه بالاعلام ومرروه بالمال ومرروه بالثقافه ومرروه، وقعدوا ببيوتكم وما بيعودوا يطلع من كل شيء. لا لا الوحده الوطنيه متمسكين فيها، العيش المشترك متمسكين فيه ضد محاولات تقسيم هذا البلد، وبالوقت نفسه مع اعطاء الحقوق لاصحابها واسقاط عهد الرويبضه. تعرفي شو الرويبضة؟ شو لا؟ قال له يا رسول الله وما هي الرويبضة؟ قال له عندما يتحكم أتفه الناس في شؤون الناس. هذه هي الرويبضة. فصل عليني. فصل عليني. نواصل. ونواصل.
ونتابع الجزء الأخير من نهاركم سعيد. دولة الرئيس، طيب بموضوع تأجيل التسريح، لماذا لم يعترض حزب الله؟ يعني لا ببيان الكتلة صدر اعتراض على قرار وزير الدفاع، ولا حتى بخطاب السيد حسن نصر الله أي إشارة إلى هذا الموضوع، وكان حزب الله يعني كان موافقا على موضوع تأجيل التسريح. كلمة وكأنه ما بش هيك، ما هيدي القصة طرحت كيفية إنتاج القرارات الحكومية، مش هيك؟ آلية العمل الحكومي. حزب الله موقفه بآلية العمل الحكومي متوافق توافقا تاما وكاملا بالمضمون وبالشكل وبالأساس مع التيار الوطني الحر. وبيعبر عن الوزير جبران باسيل بالاجتماعات. لا واضحة القصة، وحتى النائب محمد فنايش والدكتور حسين حش حسن وشباب حزب الله. لا من الزاوية ليكي، يعني حزب الله منه كان من منطق اللي عم بيقولوا حلف العماد، من الرئيس نبيه بري الى النائب سليمان فرنجية، انه نحن خي مع التعيين بس اذا اخر شيء ما قدرنا توافقنا على التعيين لا ما رح نترك الفراغ بموقع قيادة الجيش وليتم التمديد. يعني حتى لو كان هذا منطق، كمان منطق ما هو قال له ما بدي انا، يعني انا ما بحب اطرح قضايا المؤسسة العسكرية باستمرار عن نقاش، بس انه انا بس بلش كلامي ايه انا مع تعيين فلان بس اذا ما اتفق بدنا نبدل. هيدا شو معناته هذا الكلام؟ كلامه معناته في تمديد قرار متفق مأخوذ مسبقا، يعني هذا يعني خلق ظروف عدم التمديد عدم التعيين وبالتالي التمديد. شو بدنا بالموضوع؟ هذا قرار واضح، ثقافة التمديد بالسلطة ماشي على كل شيء على كل شيء، وهذا أمر في غاية الخطورة. يعني متفقين تحت الطاولة كانوا هدا على الموضوع. هدا هلأ مين ما يتفق يتفق، العماد ميشيل عون ضد هذا الأمر بمنطق التمديد في كل مؤسسات الدولة ابتداء بالمجلس النيابي، وأنا كنت طيب بس ما كل شركاء بهذا الموضوع، ليه عم بيتم تحميل بس تيار المستقبل؟ كل شاركوا بموضوع التمديد، يعني ما حدا عم يحمل بس تيار المستقبل، بل الحمل كله على تيار المستقبل من قبل التيار الوطني الحر، لأنه بلشت عند الرئيس الحريري بالحوار بين الرئيس الحريري وميشيل عون، لأنه بلشت هيك. أما عمليا كل من يتحدث بمنطق بالتمديد وبيعتبره خيار في موقع تناقض بينه وبين موقف التيار الوطني الحر، وهذا الدليل تعبر عنه بالكلام. لا وهذا حق، يعني وجهة نظر متضاربة، يخلي كل كتلة سياسية تاخذ وجهة نظرها، ما في مشكلة أبدا. أبدا. طب هل هذا اليوم التصعيد يعني رح يوصل، يعني حتى امبارح عم بيقول عماد عون انه يمكن يكون في تسونامي قريبا، يعني ما بعرف اذا نتكل انه يشاركوا حزب الله يعني في هذا التسونامي بالشارع. لا لا ما 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 نقول، هو لم يطلب مشاركة حزب الله في اي شكل من الاشكال، وبالعكس بالعكس تماما. هو حاطط خطة لعماد عون ان تتطور تدريجيا واضحة، إنما لقلك شغلي، التصعيد ليس هدف بحد ذاته، التصعيد هو تعبير عن شكل من أشكال المعاناة التي تحمل في طياتها إدارة الظهر لقضايا مركزية وأساسية في البلد، ونحن نعتبرها قضايا تتعلق بمنطق الشراكة الوطنية كلها. هذا الموضوع هون، لذلك ببلش بيتعبر عنه بالشارع بمظاهرة باجتماع بخطاب بالإعلام بمقابلة بتسونامي بأقل من هذا، موضوع آخر، موضوع شو الظرف إيه، بس هذا عم بيؤدي إلى شل الحياة والمؤسسات الدستورية كلها، هلا يعني مجلس النواب مجلس الوزراء. مثل واحد صارخ ثبت لك انه ما له علاقه بشلل. ليه؟ انا ما اول شيء لا النفايات سببها هاي. لا مش عم بقول مش قادر مجلس الوزراء اليوم ياخذ اي قرار. مجلس الوزراء انا بدي اقول في رواتب موظفين بدها قرارات من مجلس الوزراء. لا ما في مشكلة، ما بحياتك كان في مشكلة ولن يكون في مشكلة برواتب الموظفين، انا اؤكد ذلك، وبكره بتشوف انه شو بينضبون يعني. انا ليش اذا كنت تقتضي المصلحة العليا بيتصرفوا، انا ما عندي معلومات ما بعرف. لن يكون هناك مشاكل. أنا بدي أسألك سؤال صغير، مجلس الوزراء الذي مجالس الوزراء
التي لم تستطع أن توجد حل مسألة النفايات. بتطلع هاي المظاهرة اللي كانت الساعة 5 بعد الظهر بعد ما خلصت الناس أشغالها، اللي كانت حضارية راقي، هي اللي بتشل أعمال الحكومة، بتشل أعمال الدولة. طيب ما نزل الشيخ أحمد الأسير اللي لقط امبارح، قلت القبض علي هذا، طيب نزل على على البلد أول ما بلش حركته، طيب وقعد بنص البلد، طيب نزلت الـ LBC وقتها واكبته من الصبح حتى المساء كل النهار، ما هذا ما كانش شل أعمال البلد. طيب الموظفين اللي تظاهروا بوزارة الموارد المائية والكهربائية 4 أشهر ومحقين قد يكونوا وهو أصحاب حق وشعلوا الدواليب، هذا ما كانش. طيب امبارح اللي فاتوا سكروا الطرقات كرمال النفايات، طيب من عمل هالمندبة الكبيرة بشل أعمال البلد؟ لا أنا بحكي عن أداء الوزراء، يعني بمنع اتخاذ أي قرارات. عندما تسد مؤسسات الدولة الديمقراطية على أصحابها بيلجأوا للشارع. طب هون برجع للسؤال، يعني بالأنظمة الديمقراطية، بس كلمة نهائية، بالأنظمة الديمقراطية البرلمانية شو دور المؤسسات الدستورية وخصوصا البرلمان؟ وعد هيك أنا مع فتح البرلمان، أنا شخصيا أنا مع فتح البرلمان. شو دوره؟ دوره سحب الصراع من الشارع ودسه وين؟ ضمن الجدران. بس تغلق الجدران كما أغلقت بمجلس الوزراء بتروح الناس على الشارع. إيجاد قانون انتخاب أمر في غاية الأهمية وهو قضية مركزية. المساورة والمناورة والتهرب والاحتيال لعدم استصدار قانون انتخاب ذات معنى، لكن هاي الأولوية لازم ينزلوا فيها الشارع وليس قضايا أخرى. يعني مش أنه بينتهي القصة، بتنتهي الأزمة السياسية إذا بكرة نزلنا على جلسة استثنائية وافقنا عليها لمجلس النواب من أجل تعديل قانون الدفاع وتأجيل سن التقاعد أو حتى رفع سيقوم قبول برفع عمداء. لا سجل عندك سيقوم مطلب قانون الانتخاب نمره 1، سيكون يعني جزء من المطالب الأساسية. أيه. ابدا، بس انه بيقبل بموضوع كمان بس ان ينزل انه فتح جلسة استثنائية او دورة استثنائية لمجلس النواب من اجل هيدي الشغلة اللي بتتعلق ب انا بستغرب انه واحد عمل بيان واعلنوا مرارا وتكرارا للمطالبة بفتح المجلس على اساس قانون انتخاب وسببت شكل من أشكال البعد بينه وبين رئيس بري، بيرجع بيتحمل مسؤولية بيقبل أو ما بيقبل؟ طب هو صاحب المطلب. كيف يعني؟ كيف ليش هالظلم؟ ليش هالتركيز دائما؟ بس جدول أعمال بحطوا الرئيس بري وهيئة مكتب المجلس. إيه بس إنه بدهم يطالبوا يروح يفتحوا المجلس. على كل حال بنشوف شو بده يصير الأسبوع المقبل يعني. نحن يا دولي خلينا نرجع نختم بصورة. نعم. العيش المشترك هو الذي جعل باللبنان رسالة، والوجود المسيحي فيه هو الذي عطى هذه الرسالة بعدها، وجعل يوحنا البابا يوحنا يقول أكبر من وطن هو رسالة. هذا العيش المشترك لا يمكن أن يتم بصورة سليمة وهادئة وحضرية إلا ما يكون قائم على أسس واضحة وسليمة وحضرية. الدستور هو اللي بينظم العلاقات بين الشعوب، بين شعب الأمم، شعوب الأمم. هذا الدستور يجب أن يحترم. إعادة إنتاج الواقع المسيحي الذي سرقت حقوقه الدستورية أمر لا يمكن أن يستمر. شكرا لك دولة الرئيس إيلي الفرزلي على حضورك اليوم معنا في برنامجنا. نهاركم سعيد، بقية نهار سعيد نتمنى لك، ونتمنى أيضا لكل المشاهدين اللي تابعونا، وإلى اللقاء.